اللي مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد فين غنمشيو الاخوان. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بحر جديد. كنا كنعرفوا الاخوان لابلاج ديال مولي بوسلام، ولكن غادي نمشيو غندوز واحد الوقيته مع بعضياتنا. انا الاخوان دابا يلا في المحطه الاستراحه، وين نشارك معكم واحد الوقيته واعره الاخوان. المهم غادي نمشي غندوز الوقيته ديالي الاخوان. قبل ما نبداو الانطلاقه وندير واحد جوله خفيفه هنا في مولي بوسلام قبل ما نهبطوا البحر، بغيت نشارك معكم واحد المنظر خيالي واعر بزاف الاخوان. بغيتكم تشوفوه معايا وتعرفوا على الطبيعه والمنظر الرائع اللي تنقول لكم على مولي بوسلام الاصدقاء. العائله ديالي غادي تشوفوا معايا لابلاج ديال مولي بوسلام، راه مالديف ديال المغرب وصافي. ما نكذبش عليكم، بلاصه واعره واعره واعره. انتما تشوفوا معايا المناظر كيف عامله تبارك الله، شي حاجه خياليه الاصدقاء. خصني ضروري نشارك معكم هذا المنظر وتشوفوه معايا. بالنسبه للاصدقاء والصديقات اللي ما عمرهم جاوا لابلاج ديال مولي بوسلام الحباب، واه منظر واعر بزاف الاخوان، خطير خطير خطير. والناس يقطعوا بالفلوكة، غادي نشارك معكم الاخوان كل شيء، مناظر رائعه ما شاء الله. لابلاج البحر ديال مولي بوسلام راه واعره الخوت. البلاصه هي هادي، مازال غادي نسيريكم، مازال غادي تكتشفوا معايا البلاصه هادي. الاخوان ما تنساوش واحد الاشتراك في القناه وتشجعوا قناه مروان فلوك. اجي معايا الاخوان، هي الصراحه مولي بوسلام خاصو واحد الاصلاح، خاصو التهلو الاخوان. البلاصه واعره بزاف، منطقه سياحيه، ولكن كيف كتشوفوا معايا كاين شي بلايص يعني خاصهم الاصلاح بزاف الاخوان والاخوات. كيف كتشوفوا معايا هنا كاين الفليك، يعطي واحد المنظر خيالي الاخوان. تخيلوا معايا يكونوا هنا المطاعم، فنادق، شي حاجه خياليه الاخوان. راه مولي بوسلام منطقه سياحيه واعره بزاف. بالنسبه للاصدقاء هادشي كامل راه مازال ما هبطناش البحر، الا حنا راه دابا يلا الفوق. بالنسبه لهاد البياض اللي كتشوفوا معنا الاخوان راه كيعمر سميتهم العشيه، العشيه بالنسبه ليك تبيعوا فيهم يعني الحوايج، المجوهرات، يعني شي ديال العيالات، تيكون بحال الشكل ديال المعرضه الاخوان. نبداو الفيديو ديالنا الحباب. هادشي كامل راه مازال ما هبطناش، البحر لتحت، هادشي غير فوق الاخوان. كاينين المطاعم، كاينين القهاوي، كاين كلشي الاخوان. يمكن لكم تدوزوا النهار ديالكم، وبالنسبه للي بغى يجي كري راه يمكن ليه يجي ويدوز واحد النهار ولا يومين، يعني بنادم كيتسارى مع راسو الاخوان. بالنسبه للاصدقاء اذا بغيتوا تريحوا هنا في هذه البلاصه هذه يمكن لكم تريحوا، ولا بغيتوا تقطعوا بالفلوكه يمكن لكم تقطعوا بالفلوكه، يديكم ضفه اخرى خوت جليسه خطيره. لابلاج واعر، كيف كتشوفوا معايا دابا راه البحر خارب الاخوان، مازال ما طلعش، ولكن الخوت يمكن لكم تعوموا فيه وتجيبوا وليداتكم يعوموا في هذه البلاصه. كاينين البلايص اللي بحال بيسين يعني هادئ وما غرقش بزاف، وكاين شي بلايص الخوت فيهم الفندق من احسن. اذا كان عندكم الوليدات الصغار تسولوا الناس ديال الفليك، قولوا لهم دونا لشي بلاصه اللي ما غرقاش، عندنا الوليدات الصغار يحطوكم في البلايص اللي ما غرقينش الخوت. ولكن ما نكذبش عليكم الخوت، راكم كتشوفوا معايا الفيديو، بلاصه خطيره.
بالنسبة للأثمنة ديال فريق الإخوان للشخص الواحد غادي نشارك معكم الثمن حتى هو. بالنسبة للثمن 5 دراهم للشخص الواحد أصدقاء ديالي. العشرين ديالي غادي تسولوني على الكرة شحال واصل في مولي بسلام، ولكن قبل ما ندوي على الكرة والأثمنة الخوت بغيت نشارك معكم هاد الأجواء، وخصوصا أنا راه راكب في الفلوكة بغيت نعيشكم معايا هاد اللحظة هادي تشوفوها معايا، خصوصا الناس ديال مدينة سلا والرباط اللي تيقطعوا الفلوكة من سلا للرباط ومن الرباط لسلا، يعني عرفوا هاد الإحساس هذا. ولكن كاين واحد كاين اختلاف بزاف هاد الخوي بالنسبه للطبيعه بالنسبه للجو ديال مولد سلام واعر خوت، مكنكذبش عليكم الا الخوت بغيتو تجيو بغيتو تكريو في هاد البلاصه هادي يمكن لكم تجيو الموجود الكرا الخوت بزاف ابتداء من 250 300 درهم الاخوان خوت، بغيتو تجيو تشطروا على ريوسكم تشطروا في الاثمنه وضروري تلقاو شي حاجه اللي تناسبكم الاخوان، كاينين الفيلات كاين شقق اللي حب خاطركم الخوت كل لا فامي خوتي العزاز كي جاتكم هاد البلاصه اقولوا لي كي جاتكم خلوا لي الراي ديالكم في التعليق، راه التعليق ديالكم راكي عرفتي راكي فرحوني ملي تنشوف شي ميساج غزال بحالكم، راه شي كلمه زوينه شي تشجيع غزال منكم رانا كنفرح وكنقول الحمد لله عندي عائله ديالي في قناه مروان فلوغ معايا دائما الخوت. كيف جاتكم هاد البلاصه كيف جاتكم مولي بسلام واش فيت جيتي هاد البلاصه ما عمركم جيتي كيف جاتك هاد البلاصه عطونا الراي ديالكم الاخوان خوت، انا دابا ان شاء الله حتى عرفتوا اش غندير معكم، غادي نطلع الرمله الفوق الاخوان ما غنطلعش الفوق معكم باش نطلع حتى الفوق غادي نمشي ونشد لكم الطبيعه ونشد لكم المنظر الخيالي ديال مولي بسلام من الفوق الاخوان ديال بقاو معايا وتبعوا لا فهمي ديالي قبل ما نختم معكم هذا الفلوق ان شاء الله بغيت نوريكم البحر اخوت طلع قبيله شاركتو معكم كنهربا دابا الخوت طالع بغيت نشارك معكم وهذا هو الختام ديال الفيديو ان شاء الله، ولكن غادي نشارك معكم واحد الحاجه بسيطه ضروري ومؤكده اللي جا مولي بسلام وما زارش المرسى ديال مولي بسلام وما تقداش الحوت وما تقداش الحوت ما دار حتى شي حاجه الاخوان، غادي نشارك معكم فيديو قصير ان شاء الله وتعرفوا الاجواء على المرسى وتشوفوا اشنو خفيت. بالنسبه للناس اذا بغيتوا تجيو وتقدوا الحوت راه تبارك الله موجوده الاخوان ديالي
ها